اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. من كام يوم في الصين في مدينه اسمها مدينه ووهان. المدينه دي كان فيها سوق صغيره بتبيع الدواجن والمأكولات البحريه والحيوانات زي اي سوق. وجدوا انه في كام شخص تم اصابتهم بفيروس خطير وقاتل اسمه فيروس كورونا. طبعا الموضوع بدأ يزداد بشكل كبير، الأشخاص بتتعدي بسرعة، لأنه حتى الآن وجدوا 59 شخص توفى و1900 شخص مصابين. علشان كده الصين رفعت استعداداتها بشكل كبير جدا. أول حاجة المدينة دي عزلتها عن كل الصين، طرق الانتقال منها وليها اتقطعت خالص، وفي نفس الوقت بتبني عدد 2 مستشفيات علشان تنقل لي كل الحالات المصابة، نظرا لأنه الحالات بتنتشر بسرعة كبيرة جدا. والصين قالت يا جماعة ما تقلقوش، المرض ده مش بينتشر وانا مسيطرة عليه ومش هيطلع بره الصين. لكن مع الاسف خلال فترة قليلة سجلت حالات وفاة بنفس هذا المرض في بلاد كتيرة، حتى انه وصل ل 11 دولة، من اشهرهم اليابان وكوريا الجنوبية، استراليا وفرنسا والولايات المتحدة، تايوان وتايلاند وهونج كونج وماليزيا وسنغافورة وماكاو. ده غير انه في دولة عربية زي السعودية سجلت حالة بالمرض ده لممرضة هندية برضو كانت جاية من الصين، لكن قالوا انه الحالة مسيطر عليها. عشان كده المرض ده خطير جدا، واهم حاجة ممكن نتكلم فيها اليومين دول هو المرض ده. لازم تعرفوا كل حاجة عن المرض ده وتعرفوا ازاي نحمي نفسنا، لان هو بينتشر بسرعة كبيرة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن حاجات مهمة جدا. ايه هو فيروس كورونا؟ ايه الاعراض اللي بتظهر على الشخص اللي بيبقى مصاب بالفيروس ده؟ طب هو بيتنقل ازاي؟ وايه الاماكن اللي بيتنقل فيها؟ وايه طرق الوقاية منه؟ وهل في علاج ليه حتى الان ولا لا؟ قبل اي حاجة لايك الفيديو علشان تعلوا الفيديو وناس كتير جدا تقدر توصل لها المعلومات المهمة دي، وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وركزوا جدا جدا ويلا نبدأ الحلقة. نعرف ايه هو فيروس كورونا. فيروس كورونا ده نوع من انواع الفيروسات الخطيرة اللي بتصيب الجهاز التنفسي وبيبدأ يشتغل على الجهاز التنفسي. ممكن يبدأ من دور برد عادي لحد لما يوصل لمتلازمة التنفس او ضيق التنفس الحاد، انه الشخص يبقى خلاص مش قادر يتنفس بشكل نهائي. ومش بس بيصيب الجهاز التنفسي، ده كمان ممكن يؤثر بشكل سيء جدا على الامعاء، وتسمى بالاسم ده لان هو عبارة عن شكل تاج طالع منه زوايد، وعلشان كده برضو بيتعرف باسم الفيروس التاجي. طيب تعالوا لنقطة مهمة جدا جدا، ايه هي اعراض الاصابة بفيروس كورونا وازاي نفرق بين الاعراض دي واعراض اي دور برد عادي؟ من اشهر اعراض فيروس كورونا اول حاجة بيبقى فيه سيلان في الانف، تاني حاجة بيبقى فيه صداع شديد، فيه كحة شديدة، فيه ضيق في التنفس، فيه التهاب في الحلق. طيب لغاية دلوقتي الأعراض شبه أي دور برد. نيجي بقى لكام نقطة مميزة. أول حاجة هي ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة. خدوا بالكم الجسم مش بتحس ان انت جسمك ابتدى يسخن وتسخن، لا لا قدر الله، الواحد بيلاقي على طول في نفس اللحظة درجة الحرارة بقت فوق 38 أو 39 درجة وبشكل كبير جدا، وفي حالات بتوصل للحمى وللالتهاب الرئوي. دي بتبقى حاجات يعني مراحل متقدمة. يبقى اول حاجة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ. تاني حاجة انه معظم الحالات اللي تم فحصها لقيوا انه بيبقى مصاحب لكل الاعراض دي ديارية او اسهال شديد، فده بيميزه عن اي دور برد عادي. طيب نيجي بقى نقطة مهمة جدا، ايه طرق العدوى بالفيروس ده او ازاي بتتنقل الاصابة من شخص لشخص تاني؟ اول حاجة واشهر حاجة هو السعال والعطس. يعني لو شخص عطس او بيكح وانت واقف قدامه يبقى انت لقط الموضوع ده واخدت على طول الفيروس. تاني حاجة حتى لو انت مش واقف يعني قدام شخص خالص، لا لو شخص مصاب بالفيروس لمس اي حاجة وانت جيت بعده ولمست نفس الحاجة اللي هو لمسها وحطيت ايدك على عينك او الفم او الانف، يبقى انت كده لقط العدوى. تالت حاجة ملامسة الحيوانات، لان زي ما قلنا هو اصلا بدأ في سوق كان الحيوانات، اذا الحيوانات برضو بتبقى حاملة لهذا الفيروس، فانت لو تلمست مع اي حيوان ممكن يبقى في احتمال كبير جدا للاصابة بهذا الفيروس. طيب نقطة مهمة جدا، ايه الاماكن اللي ممكن يتنقل فيها الفيروس؟
خدوها قاعدة، كل الأماكن الزحمة وكل الأماكن اللي ممكن يكون فيها حيوانات، يعني المطارات ده احتمال كبير جدا، أي مكان فيه تجمع، أي سوق فيه حيوانات، أو المطاعم الصينية، كل الحاجات دي طبعا بتزود قوي نسبة الاحتمالية بالإصابة بهذا الفيروس. نيجي بقى لأهم نقطة في الفيديو، إيه هي طرق الوقاية أو إزاي أنا أحمي نفسي من الإصابة بالفيروس ده بما إنه بقى بينتشر بسرعة جدا. أول حاجة تجنب الأشخاص المريضة وتحط مسافة كبيرة بينك وبينهم، وخاصة الأشخاص اللي زي ما قلنا عندها بوادر أدوار الإنفلونزا. الأشخاص دي طبعا ممنوع منع باتا إن أنت تسلم عليهم أو تحضنهم، الحاجات دي كلها ممنوعة نهائيا، لأن زي ما قلنا هو بيتنقل بشكل سريع جدا. تاني حاجة برضو إنك تحط مسافة بينك وبين أي حيوان، لازم تكون المسافة بعيدة عنه، لأن زي ما قلنا هو بينتشر بشكل كبير جدا في الحيوانات، فحاول يبقى في مسافة بينك وبين أي حيوان كبيرة وما تقربش ناحيته. نقطة مهمة جدا، لو انت بتتحرك او لمست اي حاجة او ايدك ملوثة، ابعد تماما عن العين وعن الانف وعن الفم، ابعد عنهم خالص، لان دول من اسرع الحاجات اللي بيلقطوا المرض. فانت لو ايدك ملوثة او اي حاجة، حاول تبعد تماما عن المنطقة دي وما تجيش ناحيتها مهما كان. اهم نقطة هي انك لازم تغسل ايدك كويس جدا جدا جدا، تغسلها كذا مرة في اليوم، وكل مرة تغسلها بالمية والصابون المطهر اللي انت بتستخدمه، وتغسلها مدة لا تقل عن 20 ثانية. 20 ثانية تفضل تغسلها كويس، علشان لو في اي حاجة عالقة او اي تلوث طبعا ايه ينزل على طول، وما يبقاش في اي حاجة لازقة فيها. اخر نصيحة مهمة جدا، ودي خاصة بالاشخاص اللي هي بتسافر يعني ناحية الصين كتير، او بيروحوا اجتماعات او اي حاجة، تجنب تماما تماما اي سوق فيه حيوانات او اي تجمع حيوانات، ابعد نهائي عن الموضوع ده. او يفضل لكل الاشخاص لو في اي سوق للحيوانات، حاولوا تبعدوا عنه بشكل كبير جدا قدر الامكان. نيجي لاهم سؤال في الحلقة، هل في علاج لفيروس كورونا دلوقتي ولا لا؟ الحقيقة حتى الان مفيش اي علاج نهائي ليه او لقاح، لكن الصين بدأت تشتغل على اللقاح، وبتقول انها هتاخد فترة 3 شهور علشان تطلع اول حاجة، بس علشان ينزل السوق وتبدأ ناس تستخدمه، مش اقل من 6 شهور او سنة، وعلشان كده يعني يعتبر العلاج بعيد شوية. بيدوهم ريبافيرين، وده دواء كويس جدا مضاد للفيروسات، مش هنقول ان هو بيعالج الفيروس ده 100%، لكن بيساعد بشكل كبير جدا على تحسين الحالات، وانها يعني ما توصلش لنقطة التدهور، يخليها يعني حالة ثابتة، وممكن في حالات كتير جدا يحصل تعافي. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة، وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. اشوفكم على كل خير وكل صحة الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.